السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن الكل بخير وصحة وسلامة، وأتمنى أن الكل شاف خطاب بلال سيدنا، وزي ما حكينا شدوا بزول إن شاء الله، وراح يتقابل قريبا، وحتى ذلك الوقت بدي تركزوا شوي معنا، يعني تفكر، you have a lot of time. حقيقة I gave homework على اللي هي how to reduce the product of sums simplification، وما عجبتني الإجابات كثير، يعني في بعضكم يعني لسه مش فاهم الموضوع 100%. الموضوع كالتالي، إنه إحنا أول شيء إيش كنا نشتغل كله اللي هي sum of اللي هي sum of products يعني sum of من terms اللي هي بناخذ ال ones وبنحطهم في الكارنر ماب، وبعدين بنعمل إيش simplification وطلعوا عنا بهاي الطريقة، وبنرسم إيش اللي هي ال gate أو ال self gates لهذه اللي هي equation. لأن how to find اللي هو البرودكت اوف سامز، هذا اخذناه في الشابتر الثاني، انه كيف اول شيء الطريقه الاولى بعد ما نطلع نكون طلعنا الفانكشن نطلع الكومبلمنت تبعه. كيف نطلع الكومبلمنت تبعه؟ في ناس انه يجوا عملوا كومبلمنت لمين لهذا الفانكشن which is right، بس احنا ما بدنا هاي الطريقه، احنا بدنا عن طريق الكارنوف ماب. عن طريق الكارنوف ماب حنطلع الكومبلمنت تبع هذا الفانكشن، نيجي على نفس التيبل وبنعمل ايش؟ نيجي على الزيروز ونحاول نطلع اللي هي الايكويشن تبعت ايش الزيرو، فايش بنعملها سمبليفيكيشن للزيرو، راح تطلع معي ايش الكومبلمنت اللي هي الواي زد اور دبليو اكس نوت واي. اذا اخذنا الكومبلمنت لهذا الكومبلمنت راح يرجعنا للفانكشن الاصلي، فاذا اخذنا الكومبلمنت للكومبلمنت لهذا الفانكشن راح نطلع في الفانكشن الاصلي، بس مش بصيغه اللي هو sum of products الاس او بي، بس راح يكون اللي هي ال P O S اللي هي product of sum اللي هو هذا function. هذا function هو نفسه هذا function ولكن صيغة تختلف. إذا إيش كان المطلوب إنك تعمل؟ كان المطلوب إنك تطلع اللي هي أول شيء function زي ما بختصر دائما، بعدين بدك تطلع function للزيروز مش للونز اللي هو complement بيكون لهذا function إذا أخذنا الزيروز. بعدين إيش بنأخذ له complement حسب demorgan rules، فبيطلع معنا إيش function نفسه بطريقة product of sum. طبعا انا حطيت لكم بس اثنتين، يعني حل واحده منهم بس صح، وبعتبر لك الهوم وورك از اوكي، وبترسم اللي هي الجيت تبعتها. اوكي، لاحظ ايش الفرق بين البرودكت اوف سمثين هنا ايش انه تو اورز اللي هي هاي اور، في عندنا ايش واحده ايش يعني مربوطين الان ايش السم اوف برودكتس اللي كلنا دائما بنشتغل فيها، انه كلهم ايش التيرمز اند 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 اند، وكلهم ايش تجمعهم اللي هي اور جيت. اوكي طيب، لان موضوعنا اللي بدنا نشرحه الان اللي هو ايش اسمه الدونت كير كونديشن. الدونت كير كونديشن طبعا هنا في مثال عملي، بس هو ان جنرال انه احيانا الفانكشن مو شرط انه تكون قيمته 1 او 0، احيانا تكون قيمته مش مهم تكون 1 او 0، احيانا تكون لازم يكون 1 في سم ميني تيرمز، وبعض الميني تيرمز لازم يكون 0، وسم اوف ذا ميني تيرمز مش مهم سواء كان 0 او 1، it doesn't affect اللي هو الفانكشن. فالفانكشن نسميهم هذول الـ values اللي الـ function يعني ما بيعتمد عليهم، نسميهم الـ don't care values أو الـ don't care conditions. هون فينا طبعاً نحط لك مثال هو عملي، إنه هاي الماشين for example طبعاً هي فيها chips، في هون تقدر تحط اللي هي العملة تبعتك، تنزل تختار الـ chips والشوكليت وأي شيء بدك إياه منها. طبعاً تستقبل عندك for example ربع دينار كوارتر أو دايم 10 كور أو نيكل اللي هو إيش 5 كور. أوكي، فإذا هو بس يعني بقبل عملة واحدة، يا بتكون يا ربع دينار يا بتكون 10 قروش يا بتكون 5 قروش فقط لا غير، فباقي الفانكشنز ايش ما بيهمهم، عشان نسميهم ايش اللي هم دونت كير كونديشن. فلو بدنا نعمل فانكشن لهي الآلة فور اكزامبل الفانكشنال كي تبعتها، فبتكون الـ A يا ما بتكون 1 اللي هي كوارتر أو بتكون 0، يا بتكون 1 دايم يا بتكون 0، يا بتكون نيكل اللي هي 5 قروش عندنا أو بتكون ايش 0. فالفاليوز تبعتها بتكون كالتالي، يا اما هو دخلش ولا شيء بتكون النتيجه فاليو 0، يا بيكون دخل قيمه السي 1 وراح يكون في الحاله هذه كم 5 قروض، او دخل قيمه البي 1 وراح تكون قيمته 10 قروض، او دخل قيمه الاي 1 والباقي 0 اللي هي راح تكون قيمتها 25 قرش. الباقيات نوت بوسيبل، لانه احنا ما بنقدرش ندخل الا قطعه واحده فقط في هذه الاله، عشان هيك هذا كله ماشي not possible نسميهم ايش don't care. عشان هيك الفانكشناليتي تبعت هاي الآلة بس بتعتمد بس على ايش على one value فقط من هذول، الباقيين بهم مناسب
عشان تسميه مقياس التقييم في كيار كونديشن. فلو جينا على السلايد اللي بعدها بنلاحظ انه الفانكشن راح يكون بياخذ زيرو لما ما تدخلش ولا شيء. لما تدخل اللي هي قيمه السي 1 راح تكون اس 1 اللي هي قيمه فور اكزامبل 5 قروش. لما تدخل اللي هي البي 1 والاي 0 والسي 0 راح تكون ال 0 ما راح يعطيك ولا شيء لانه مش مصمم انه يعطيك لا شوكولاته ولا شيء في هاي الحاله. لما ندخل قيمتين مع بعض اكس يعني نوت بوسيبل. عشان هيك الفانكشن سواء كانت الاكس 0 او 1 ما بتهمناش او بتاثرش على الفانكشناليتي او مش مبرمجه لهذه الاداه. عشان هيك بنحطها اكس. فالاكس ممكن تكون 0 ممكن تكون 1 يعني تقدر تعتبرها 0 تقدر تعتبرها 1 as you like. اوكي عشان هيك سميها دونت كير سميناها دونت كير كونديشن. طيب وين دخلنا قيمه الاي 1 والاي 0 هاي 0 معناته راح يعطيني ايش الفاليو تبع الفانكشن 1. هيك مبرمج الاداه. اذا دخلنا هنا قيمتين امبوسيبل او راح يعطيني هنا اكس دونت كير كونديشن يعني مش مهم ايش او مش not possible. فممكن تكون 0 تكون 1 النتيجة بتهمناش ما راح تأثر على الفانكشن او الآلة ما راح تشتغل بهاي الطريقة وما راح تشتغل بهاي الطريقة وما راح تشتغل بهاي الطريقة. هذول كلهم الثلاثة هذول لا هم 0 ولا هم 1 هم حطنا محلهم x يعني we don't care انهم 0 او 1 ممكن نعتبرهم 0 ممكن نعتبرهم 1 as you like. اوكي لو جينا على الفانكشن بنلاحظ انه الفانكشن صار عندي مكون من الفانكشن والـ variables a والـ b والـ c. انت بياخذ قيمة الـ 1 في حالة الميليتيرم 1 اللي هو هذا اللي هو لما تكون A نط B نط C. وفي حالة 4 اللي هي لما تكون ايش A B نط C نط. غير هيك ايش راح يكون ايش بين D الجزء الثاني اللي هو D. ال D ايش المقصود فيه؟ انه we don't care ما بيأثر على الفانكشن هاي الفاليوز اللي هو الميليتيرم 3 هذا رقم 3 الام 3 الميليتيرم 3 دونت كير كونديشن نحط له اكس. الخمسه من كير خمسه اكس هذا اكس هذا اكس. طيب ايش هذا بفيدنا؟ بفيدنا انه هذا يعني في عمليه الاختصار لما نيجي هنا نعبر عن الفانكشن تبعنا ونفرغ هاي التيبل اللي هي تاخذ تو وانز اللي هو الام 1 والام 4 لما نيجي عليهم هنا هاي الام 1 وهي الام 4 1 وهذول زيروز والباقيات اللي هم دونت كير نحطهم على شكل ايش اكس 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 بالترم. اوكي الان ايش الميزه في الدونت كير كونديشنز؟ الدونت كير كونديشنز انه هذول تقدر تعتبرهم 1 يعني تجمعهم مع ال 1 تقدر تجمعهم مع ال 0. اذا جمعناهم مع ال 1 هذول الاربعه اذا جمعناهم ال 1 هذا بدنا نعمل له جروبينج بنعمل جروبينج مع الاكس لان الاكس هاي ممكن تكون 0 ممكن تكون 1 مش مهم وي دونت كير. وهي اكس 0 بنعتبرها 1 وهي بنعتبرها 1 وهي بنعتبرها 1 صار في عندي 4 1. فبالطريقه هذه بقدر ايش استخلص انه قيمه اللي هو قيمة الـ function في الحالة هذه اللي هو c دائما c لأن c 1 1 1 1 هذا الأربعة كلهم ايش بشكلوا لي 1 1 1 1 اعتبرتهم لأن هذول الثلاثة سواء 0 أو 1 مش مهم لأن صارت عندي c. طيب الـ x هذول كمان ايش اللي فرقناهم من الـ table اللي قبلها لأن أكبرهم 1 كمان نفس الشيء. فإذا أخذنا هذول كلها العمود هذا كله 1 وبشكل لي ايش اللي هو الـ variable. فإذا الفانكشن شو صار يساوي؟ A or C. اوكي؟ A or C. فإذا الـ don't care condition اللي هو الـ values اللي we don't اللي هو الـ function doesn't depend on this value. سواء كانت 0 أو 1 ما راح تغير في الـ function شيء. فإذا هذه ممكن نستخدمها وممكن تكون مستعملة في كثير من الكودينج وحقيقة استخدمناها في اللي هو ال بي سي دي كودينج اللي كنا بس نستغل اول اللي هو اول تسعة للنظام العشري والباقيات ايش بدون كيار شو ما يكون قيمتهم. اوكي فاذا الان الفانكشن صار يمثل بطريقتين اللي هو الفانكشن اللي بياخذ قيم 1s 1 4 variables w x y z واللي تاخذ السبمشن لمين؟ لمين تيرم 1 ولمين تيرم 3 ولمين تيرم 7 و11 و15. في عندي الـ don't care condition اللي هو بدك تحطهم x اللي هم الـ 0 والـ 2 والـ 5 الـ mini term 0 و 2 و 5 هذول x. الباقيين ايش بيكونوا؟ يعني اللي هو رقم 4 ايش بيكون 0 الباقيين بيكونوا ايش 0. فلو جينا هنا وقلناها على الكارن اوف ماب فبنيجي بنحط فور اكزامبل هذا الـ mini term 1 هذا الـ mini term الـ mini term
إذا مرة ثانية الـ function من أربع variables summation of these matrix الـ M0 الـ M1 عفوا اللي هو بيجي هنا اللي هو M0 M1 هذا الـ M2 هذا الـ M2 بيكون X هي الـ M2 بيكون X ربنا الـ M3 بيجي هنا هي الـ M3 الـ M7 هي الـ M7 الـ M11 الـ M15 أوكي هذول قيم الـ 1 طيب ليش هم دونت كير كونديشنز لل دبليو اكس ونفس الفاريبلز؟ اللي هي زيرو هاي اكس، هاي في الزيرو حطينا ايش اكس. طيب في الاثنين هاي اكس، هاي اثنين اكس. تذكروا هذا من كيرم زيرو، 1 هاي 2 هاي 3. اذا في 2 ايش؟ حتكون ايش؟ اكس. طيب في ال 5 راح تكون كمان ايش؟ قيمتها اكس. اذا في الميني كيرم 5 راح تكون اللي هي اكس. هذا 0 1 2 3 4 5. هذا ال 5 كمان ايش قيمته؟ هذول هم ايش؟ بيحددون لنا ال D اللي هم بيحددون لنا ال Don't Care Condition اي انه ال Function doesn't depend on these values ففي possibility انك تعتبرهم zeros او تعتبرهم ones فانت عشان ايش تعمل simplification لل Function ممكن تعتبرهم ones في الحالة هذه ففي الحالة هذه اذا اعتبرنا ال X ones فبنعتبر هذا ال X one عشان ايش نعمل grouping لهذول الاربعة مع بعض وgrouping لهذول الاربعة مع بعض طيب وبنطلع الفانكشن كده خلينا نشوف هذول الوانز ايش بيعطونا الوانز دول دائما بيعتمدوا على الواي طبعا لانه الواي قيمته هنا 1 في الحاله هي 0 فاذا هنا الموجود كلها 1 فاذا راح يعتمد على الواي طيب هل بيعتمدوا كيف بيعتمدوا على الزد لانه قيمه الزد هنا حقيقه هي دائما بتكون ايش بتكون برضه 1 لانه هي الزد 1 اوكي فاذا الواي زد اوكي طيب الاربعه هذول عمين بيعتمدوا طبعا لما ناخذ اربعه في 16 تيبل فبيعطونا بس 2 variables الـ Y والـ Z or طيب عشان أنا أجمع هذول الواحد طلع عندي هذا الواحد من حاله عشان أنا أعمل simplification as possible بجمعه مع اللي بجنبه بصيروا 2 هيك بيطلع عندي 3 variables بجمعه مع 3 ما بصير لازم يكون مضاعفات الـ 2 فإذا إيش بجمعه مع الـ X هذا بعتبر الـ X هذا يساوي 1 وما بيأثر على الـ function لأنه هذا don't care condition الـ X يعني doesn't الفانكشن ديزاين ديبند اون ذات فبعتبره واحد صارت عندي الجروب مكونه من اربعه فاذا هاي الاربعه ايش هم الاربع وحدات هذول كيف ممكن نطلع الاكسبريشن تبعهم طبعا هنا في عندي اللي هي الدبليو والاكس هل بيعتمد على الدبليو يس اوف كورس لان انا الدبليو هنا قيمتها 1 وهنا 1 وهنا 0 0 فهم هذول الاربعه هذا وهذا 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 كلهم ايش دبليو نوت فاذا اول واحده حتكون دبليو نوت اوكي طيب هل بيعتمد على الاكس طبعا تنشا الاكس لانه تعال قيم الاكس بتكون في النص بس هنا في التوز هذول ايش 1 اذا هنا مره ايش في المربع هذا في الاربع هذول مره بتكون قيمته 1 ومره بتكون 0 عشان هيك ايش ما بيعتمد على الاكس طب هل بيعتمد على الواي؟ لا لانه الواي هنا 1 وهنا ايش 0 هذا الاربع اللي بشتغل عليهم فاذا ايش بيعتمد على الزد لانه الزد اصلا هنا في هذول التو كولومز قيمته دائما 1 فاذا ايش دبليو نوت زد برضو زي ما اعتبرته هنا 1 ممكن اذا بدي اطلع الكومبلمنت للفانكشن تتذكر حكينا كيف نطلع الكومبلمنت للفانكشن انه ناخذ الزيرو فاذا اذا عبينا خلينا الاكسس هذول والونز خليناهم هنا موجودين حطينا عبينا الباقيين زيروز فبنطلع الكومبلمنت للفانكشن الفانكشن طبعا انت بتقدر تعطيك في الديبورج تطلع الكومبلمنت بدنا نطلع احنا بصيغه اللي هي السم اوف برودكتس عشان هيك بناخذ ايش بنعمل جروبينج لايش اللي هم الزيروز كيف عملنا جروبينج؟ طلع هاي الزيروز نفس الماب هذه هذول الزيروز وهذول الاكس اكس اكس الان ممكن تعتبرهم زيرو في نفس الوقت لانه الفانكشن doesn't depend on them في حاله الكومبلمنت هذا الفانكشن بناخذ ايش سمبليفيكيشن للاكسبريشن اللي بيمثلوا الزيروز فبنعمل جروبينج للزيروز كيف عمل جروبينج للزيروز؟ اخذ 8 هذول هاي 0 0 0 واخذ الاكس هذا اعتبره 0 اخذ الزيرو هذه والزيرو هذه والزيرو هذه والاكس هذا اعتبرها كمان 0 صار في عندي هذول الثمانيه كلهم بشكله ايش؟ اكسبريشن او بشكله ميني تيرم الان خلينا نشوف ايش هو الميني تيرم بشكله هذول الثمانيه طبعا لما تكون ثمانيه في 16 ماب بيعطوني ايش؟ جاست 1 فاليبل اوكي فاذا خلينا نشوف الثمانيه هذول ايش بشكله هل بيعتمدوا على ال W طبعا ما بيعتمدوش على ال W لان W مرة W مرة W مرة طب هل بيعتمدوا على ال X؟ طبعا ما بيعتمدوش على ال X لان مرة ال X نط ومرة ال X ايش قيمته واحد طب هل بيعتمدوا على ال Z؟
دول طبعا هنا الزد قيمتها زيرو وهنا الزد قيمتها زيرو، فاذا هي بيعتمد على الزد لما تكون زيرو، فاذا زد نوت، اذا دول كمان يكونوا زد نوت، لانه خلاص هو هي 1 بس 1 فاريبل. اور ايش الزيروز اللي يظلوا عندي؟ يظل عندي هذول التو زيروز لازم اجمعهم، فما اجمعهم اجمعهم مع التو زيروز اللي بجنبهم، فهون هذول الاربع زيروز، الاربع زيروز هذول راح يعطوني ايش؟ تو فاريبلز، اللي هو اكيد ال W انا بعتمد على ال W لتكون قيمته واحد، وراح يكونوا ايش؟ اذا ال W، وبعتمدوا كمان على اللي هي ال Y لما تكون قيمتها ايش؟ زيرو، لان ال Y حقيقة وين بتكون قيمتها 1 هنا؟ في الحالة هذه في هذول الاثنتين بتكون قيمتها كم؟ زيرو، فاذا Y نوت W Y نوت. فاذا هنا في الحالة هذه تلاحظ انه ال X احيانا لما بنعتبرها 1 في حالة لما نطلع قيمة الـ Functional Modification للـ Function، وبنعتبرها 0 إذا بدنا نطلع الـ Complement تبع هذا الـ Function بنعتبرها 0. عشان هيك هاي الفائدة تبعت الـ Don't Care Condition هي logically منطقية، لأنه الـ Function ما بيعتمد على كل القيم أحيانا، بيعتمد على Part of this Value. الـ Part الثاني بنسميه الـ Don't Care، يعني نحط محله X، يعني إيش الـ Mini Term 0 الـ Mini Term 2 ثيرم 5 هذول ممكن يكونوا 0 وممكن يكونوا 1. اوكي بليز فوكس اون ذات، وحاول انك تفكر في هذا الموضوع وحل الهوم وورك. كل مره راح نعطيكم سؤال عشان ايش؟ عشان سرعه الاستجابه وسرعه الفيدباك. اوكي والنكست النكست اللي هو راح نبلش فيه في المحاضره القادمه اللي هو Universal Gates، كيف ان نعبر اللي هي طبعا احنا بنستخدم دائما الناند والنور، ما بنستخدم في الجيتس او السيركس الانتجريت سيركس تبعنا، بنستخدم الاند والنور، بنستخدم دائما الناند والنور، فكيف نعبر عن السيركس والفانكشنز باستخدام الناند والنور راح يكون موضوع نقل. بس يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله عشان نكمل هون يوم الاربعاء القادم، او ان نحل مع بعض الهوم ووركس بس ان الورد ان شاء الله في سايت اوكي. بس يعطيكم العافيه ونشوفكم في الايام.